هو الغريب في الامر وغير مؤخرا دي واحد يومين ولا ثلاث ايام وصلتني واحد في الواتساب واحد التصويره فيها شرب الماء المغلى وفيها واحد الياب الزرق غنهضر عليها باش الناس اللي وصلتهم هذه الايماج ما يبقاوش ينشروها لان بعض الاحيان تنشروا بعض الامور اللي بحسن نيه ولكن راه تقدر تخلق مشاكل فيها لاله بان شرب الماء المغلى يعالج سرطان ويعالج داء السكري ويعالج امراض الكلى وامراض الكبد ويذيب الشحمه تيذوب الشحمه الماء سخون تيذوب الشحمه على الريق استنى دي وصلتني الوغ هذيك تذوب الشحمه حيت دابا ملي غنشرب ماء سخون راه ما غيبقاش سخون غنشرب ماء سخون غيوصل المعده ضروري خصو يولي في 37 درجه عادي يدوز دونك ما كيحيدوا ديك القضيه ديال ان راه ملي تنذوبوا الشحمه في الجسم ديالنا كاين جوج طرق باش غادي نذوبوا الشحمه لا غير كاين بالمكونات الغذائيه اللي غادي نشوفوا اشنو هي هذه النقطه الاولى اولا بالحركه برفع من درجه حراره الجسم عن طريق الحركه لان هذيك الحركه اللي غتخلينا نذوبوا هذيك الشحمه فالموضوع ديالنا هو الشحمه على مستوى البطن والاغلبيه ديال الناس يعانيوا من هذا المشكل هذا غير هنا كاين جوج كاين المنطقه العليا ديال البطن وكاين لو باد فونتر يعني المنطقه السفلى ديال البطن كاين جوج ديال المناطق هنا كاين اللي تلقى عنده يعني تولي الجوف نعم كاين اللي تلقى عنده الكرش خارجه الوغ هذا الكرش خارجه اشنو السبب ديالها بكل بساطه الا ما كانت هناك حاله مرضيه الكرش خارجه تتعطينا فكره على ماشي غير النظام الغذائي كيفاش هذا السيد عايش لي جين دو في كامله النمط العيش ديال هذا السيد اشنو تيعني ان هذا السيد هذا اولا ما تياكلش مزيان انه ما تيتحركش مزيان كاين اللي تيبدا تيتحرك تيدير واحد الشهر ديال الرياضه وتيقول لك انا هذا الشيء ما عطانيش نتيجه اولا تيقدر يدير الرياضه وتزادو صحيح زاد الكرش تزيد تخرج علاش لانه ما تيعرفش كيفاش يتعامل معها فهاد هاد المساله ديال 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 ازاله الكرش بطبيعه الحال نقدروا نعاونوا بعض الوصفات نقدروا نعاونوا بعض العصائر نقدروا نعاودوا بعض الاغذيه ولكن ماشي حاجه وحده هي اللي غادي تعطيني النتيجه والنتيجه تكون سحريه وفي يومين ولا ثلاث ايام هذا خطا لان ازاله البطن في اربعه ايام من غير الا كان شي موس كبير احنا اللي خدينا معك كدرس وكدروس سي نبيل عياشي هي الالياف الغذائيه هي نعم. اللي تتعاوننا على اننا نتخلصوا من الدهون النخاله نعم. نصحتي بها قبل العيد الكبير نشربوا نعم. غير معلقه ديال النخاله بالماء ولا هكذاك ناخذوها قبل الدهنيات تساعد التفاح كذلك تساعد ما عرفتش مثلا القرفه اللي تيديروها هنايا واش القرفه يوميا كل نهار في الليل تشربها مع العسل واش بصح تحيد لنا الدهون شوف ظهور الشحمه على مستوى البطن السبب الاول ديالها راه ماشي هي الليدان السبب الاول ديالها هما السكريات هذه النقطه باش خصنا نفهموها علاش لان تناول السكر بشكل متداوم طيله اليوم من تنهضر على السكر عفوا ربما بطريقه مباشره او لا بطريقه غير مباشره تنكون فطرت الصباح كليت شي حاجه عاوتاني فيها السكريات مع 10 عاوتاني كليت السكريات مع 12 عاوتاني غناكل السكريات مع 4 عاوتاني مع 6 عاوتاني بالليل حيت كليت تيجي الليل وتيضرب تيقيني سميره جات عندي السيده تتاكل جوج كيلو المندرين بالليل قسما بالله والمندرين راه فاكهه جوج كيلو المندرين مفيده مزيان فيتامين سي ولكن جوج كيلو راه فيها سكريات هي راه حيت ملي تنسمعوا عند بالها هي تتاكل شي حاجه طبيعيه هذا هو المشكل حنا ملي تنهضروا على الفوائد ديال الفاكهه الفاكهه تاعي راه فيها سكريات وبالتالي الاكثار من تناول السكريات بالليل وعدم الهضم ديالها يؤدي الى زياده في الوزن كذلك يؤدي الى سمنه لان الخطير في الامر ان هذه السكريات تتحول الى شحوم وتتحول الى دهون في حاله عدم الحرق ديالها فمني غنبقى ناخذ انا السكريات سواء كانت طبيعيه او لا اخرى الا كثرت منها راه واخا تكون طبيعيه راه الاكثار منها تتحول الى شحوم وتتحول الى دهون لهذا فنتناول نعم الفواكه ولكن ماشي جوج كيلو في النهار نتناول التمر نعم ولكن ماشي كيلو ونص في النهار سي فري كاين اللي تيجي بقبالته واحد الزلافه كبيره معمره بالفواكه وتيبقى ياكل تيقول لك تناكل غير الفواكه نعم تناكل غير الفخوي وخا بالليل مع 12 الليل ولا مع 11 الليل هي صحيح ان اللهم لي فخوي ولا حاجه اخرى ولكن هذا ما تيعنيش اننا غناخذوا فيهم شحال ما بغينا فهذيك الشحمه اللي تتجمع على مستوى البطن قلت ان السبب الاول المباشر ديالها شنو هما هذوك السكريات السكريات اكثر من تناول السكريات من بعد تجي اكثر من تناول الدهنيات كذلك النقطه الثالثه في السبب المباشر ديالها عدم الحرق ديال هذيك الشحوم على مستوى البطن من بعد ملي تتكون عندنا الشحمه تيولي عندنا كيفاش نحيدوها
كيفاش نحيدوا هذه الشحمه وهنا تيولي الشغل شاغل ديال الناس وخصوصا الناس كاين كذلك شرب المشروبات الكحوليه لان المشروبات الكحوليه فيها سعرات حراريه كثيره والشرب ديال المشروبات الكحوليه كذلك يؤدي الى ظهور هذيك الشحمه على مستوى البطن. فاول شيء تيخصنا نقوموا به هو اننا نقادوا النظام الغذائي ديالنا ولكن ماشي بوحدو. انا تنقول ان من المستحيل بوحدو يعطي نتيجه ضروري. هنا ملي تنهضروا على الحركه هذا ما تيعنيش انني ضروري خصني نمشي نتقيد في القاعه وضروري خصني نلبس. راه يمكن لي ندير 40 دقيقه ديال لامارش في اليوم كافيه. اولا الا عندي الفيلو في الدار يمكن لي ندير 40 دقيقه ديال الفيلو. الا ما عنديش وما قادرش نخرج نديرها غير في البيت غير في الدار. علاش؟ لان بهذيك 40 دقيقه ولكن هنا خصني نرد البال. لان شحال من واحد تيدير الرياضه ومن بعد الرياضه تياكل اكثر من داك الشيء اللي كان مولف تياكل. يا صحيح. علاش؟ نفسيا تقول لك وصافي انا درت الرياضه ما عنديش مشكل. لا هنا خطا. فخصني نحافظ نقاد النظام الغذائي ديالي ولكن بلا ما نزيد حتى شي حاجه بالموازات مع هذا ملي نكون تندير الرياضه. يعني ماشي غندير الرياضه وغادي نجي وغنتناول امور لان ما كانتش عندي العاده انني نتناولها فهنا غادي نزيد سازيدوا الطينه بالعسل. واخا سي نبيل عياش الله يخليك جاوبني على سؤال ديال القرفه والعسل لانها راه ظاهره دايره بوم تسمحوا لي على ليكسبريسيون في الانترنت. خذوا العسل والقرفه مشروب في الليل كل ليله وغادي تفقدوا حتى 4 كيلو في السيمانه. شتي الا ما تمشاش الا ما حيدتش المقليات تنقص من السكريات والله لا حيد حتى غرام. انا نجيك من الاخر. ماشي ما كاينش خطر في اكل القرفه كل نهار. بطبيعه الحال كاين خطر. راه حنا ملي تحدثنا على القرفه قلنا تناول معلقه كبيره القرفه لمده 40 يوم راه قنصور كلوي. يلا. مشكله بالنسبه للكلي. الزنجبيل كذلك راه حنا تحدثنا عليه. فالناس خاص حيت المشكل لا سميره المشكل هو ان الناس تيقلبوا على الحل السريع. انا تنقولها لكم ما كاينش الحل السريع. ما كاينش كاين لا شيغ واضحين. الحل السريع هو انني نقاد راسي لان شنو فيها الا خسرت على راسي واحد الشهرين ولا ثلاث شهور ولا اربع شهور؟ واش راسي ما يستاهلوش؟ راه راسي تيستاهل اربع شهور تيستاهل ثلاث شهور تيستاهل حتى عام. فمنين تنجي وتنقولوا لا انا خصني نطيح هذيك حيت شنو تيوقع للشخص؟ شهر تيستي هذيك ديال القرفه والعسل ما تعطيش نتيجه. من بعد تيدوز الحامض والمدافي ما تعطيش نتيجه. من بعد غيدوز الزنجبيل وما تعطيش نتيجه. من بعد غيدوز الليشو ما غادي وتبقى غادي في ذاك الدواء ما تلقى داس ثلاث شهور اربع شهور. كون تبع هذاك النظام الاخر كون عطاه نتيجه. فالاكثار من التناول ديال الاغذيه حيت هذيك الشحمه بعدا على مستوى البطن باش الناس يفهموا الخطوره ديالها راه ماشي غير سوغ البلون استيتيك. راه حتى حيت هذيك الشحمه على مستوى البطن جميع السموم المتراكمه تتجمع تماك. بحال كاين العش ديال السموم. شوف بحال الزغبه في العجينه. راه ما يمكنلكش تحيد الزغبه بلا ما تحيد الطريف من العجينه. نفس الشيء هذيك الشحمه. هذيك الشحمه السموم كلها تجتمع تماك. باش تحيد هذوك السموم خص تحيد هذيك الشحمه. باش تحيد هذيك الشحمه خصك تاكل مزيان ودير الحركه. دونك تيولي الشخص ما تينعش مزيان، تيولي الشخص عنده مشاكل على مستوى الهضم ديالو، لان هذيك الشحمه تتخلق مشاكل على مستوى الامعاء وعلى مستوى الكبد وعلى مستوى المعده. وهنا تنوليو في واحد الحلقه مفرغه اللي هي كبيره بزاف. لهذا فما نستهنوش بها. هي مساله اللي هي خطيره ومساله اللي هي سهله اننا نحيدوها. من بعد طبيعه الحال تتبقى ما يعرف تنسميوها لا فينيسيون بالنسبه للناس اللي تيقلبوا على واحد لو ريزولتا اللي تكون بارفي. هنا تندوزوا للحركات تندوزوا ما يعرف بالحركات ديال ليزابدو منو اللي بطبيعه الحال انا تنهضر بالنسبه للناس اللي تيقلبوا انهم يتراسوا الى اخره. اما غير باش نحيدوها فهنا في هذه الحاله تتقول سهله السي نبيل عياش ربما انك ما جربتيش انك تحيدها. سهله كيفاش؟ اعطينا شي حاجه عمليه. يوم مثالي او اسبوع مثالي ولا شهر مثالي شنو خاصنا ندير؟ نعطيك يوم مثالي. غنفطر بالخبز زيت البلديه اتاي هذه ما تناقشوهاش. خبز كامل طبعا. خبز كامل. غناخذ معنا 10 تفاحه ولا جوج. غنجي للغدا. الغدا الشلاضه ديالي يكون فيها الخيار يكون فيها ليشو يكون فيها الباربه يكون فيها خيزو يكون الخس يكون البسباس. هذه كلها اغذيه تساعد طبعا انك ناخذ الفواكه ناكلهم قبل. احنا خدينا التفاح مع العشره. صافي برك. هنا غناخذ الشلاضه. غناخذ مثلا الخبز او العدس او اللوبيا او البصاره او الرز او 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 اللحم ماشي ضروري يكون كل نهار. غنجي العشيه مثلا واحد ساعتين ولا ثلاثه السوايع من بعد الغداء غنقدر ناخذ مثلا عاوتاني واحد جوج تفاحات. علاش نركز على التفاح؟ لانه هو كيرتي لان اصلا انت ضد اللمجه او ما يسمى بالكوتي. ضد. نقدر نجي مع الخمسه ولا سته العشيه ناخذ التميرات مثلا خمسه التميرات ما عنديش مشكل. هنا غيجي العشاء. واش العشاء ضروري؟ واش العشاء ضروري انني نستعمل العشاء؟ ماشي ضروري. نقدر نشرب بزلافه ديال الصوبه وغتساهم ليا في حرق الشحوم وفي حرق الدهون اللي عندي في الجسم ديالي. بطبيعه الحال كاين هناك بعض الحركات 30 دقيقه في النهار طبعا. كاين بعض لي غرين بعض الحبوب تساهم
بنسبة 0.001% الزنجلان مثلا زريعة الكتان مثلا تساهم في حرق الدهون في حرق الشحوم داخل الجسم ديالنا فهمتي ملي تهضر على مثلا الليشو المكور يساهم في حرق الشحوم اللفت يساهم في حرق الشحوم القوق يساهم في حرق الشحوم البسبيه الاول ديال هاد الاغذيه الاحسن يكونوا خضرين فملي تدوز انت كليتي هاد شرب الماء كذلك غير الماء بوحده يساهم كذلك في حرق الشحوم نبتعد عن المقليات نقلل من تناول السكريات ندير واحد 30 و40 دقيقة في اليوم سبحان الله ولكن افضل هذه العوامل شوف وخ... انا دائما بالنسبه لي المثال ديال المراه المغربيه يعني. شوف مادام استطعتي شوف مادام استطعتي والناس كلهم شاهدوها والناس كلهم عرف تيشاهدوا في من بعد الولاده بواحد الشكل اللي هو مزيان وزوين مادام قدرتي ديريها الا والعيالات الاخرين يقدروا يديروها ماشي العيالات كلهم حداهم سينا بالعياشي لا